حرر الجيش اليمني يوم الخميس مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء. ونقل موقع الجيش عن مصادر ميدانية قولها إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية في جبهتي الميمنة والميسرة في مديرية نهم، حرر خلالها الجيش آخر سلسلة جبلية كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ضمن جبل المنصاع، إضافة إلى تحرير قرية عيدة التابعة لمنطقة المجاوحة في جبهة الميسرة.